بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، نحن الآن في أواخر أيام رمضان، ورمضان شهر أنزل فيه القرآن، والقرآن كلام الله، وهذا الشهر شهر الله، فكلام الله نزل في شهر الله، وهذا الشهر ينبغي ألا ينسرخ عنا إلا وقد غفر لنا. لكن يا أيها الإخوة، هل تظنون أن الله يغفر لنا فقط إذا صلينا التراويح، أو إذا صلينا القيام، وفي كل أيام رمضان نقترف الذنوب والمعاصي من الغيبة إلى النميمة إلى الحسد إلى الكذب إلى الخديعة إلى أخذ أموال الناس بالباطل إلى أن يكون عليك دين ومعك الوفاء ثم لا تفي هذا الدين إلى غير ذلك مما كان ينبغي أن تتركه مما حرم الله عليك، أيضاً إلى الظلم الموجود في البيوت، ظلم النساء، ظلم الأهل، منع الإخوة حقوقهم إذا مات أبوهم وتولى على مالهم أخوهم الكبير أو عمهم أو ما شاكل ذلك. أيها الإخوة، ينبغي أن نتوب إلى الله. ليست التوبة فقط بأن نصلي وأن نسجد، ولكن بأن نمتنع عن الحرام، أن نمتنع عن المكروه، أن نمتنع عن إيذاء الجار، أن نمتنع عن خيانة الشريك، أن نمتنع عن كل شيء حرمه الله تعالى. الله تعالى ينهانا عن أمور يجب أن ننتهي عنها، ويأمرنا بأمور ينبغي أن نقوم بها. والآن أيها الإخوة، هذه الأيام أيام فضل وخير وبركة، فتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وارجعوا إلى الله عز وجل منيبة قلوبكم. أدوا الفطرة أيها الإخوة، ومن كان يؤدي الفطرة وهي مثلاً صاع من تمر أو صاع من قمح أو صاع من شعير أو ما شاكل ذلك، ترى أي مانع في أن يجعل ذلك صاعين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة إذا كان الله تعالى أكرم والناس بحاجة. وأنا من أجل حاجة العالم الإسلامي خارج كل بلد إسلامي، لا مانع عندي من أن توزع الفطرة أيضاً إذا كان في البلد الذي نحن فيه كفاية أن نوزعها على العالم الآخر، على المسلمين في بلاد غير بلادنا، وكل بلاد المسلمين بلد واحد لا تتعدد بلدانهم، لأنه لا يتعدد دينهم، فطالما أن دينك لا يتعدد فبلادك أيضاً لا تتعدد. فيا أيها الإخوة، يؤسفني أن أقول هناك سوريون بحاجة، والله ما كنا في يوم من الأيام بحاجة، والله كنا نكرم غيرنا ونعطيه. ولقد قلت لكم أكثر من مرة، كان يأتينا إخواننا من البلاد العربية والإسلامية، وكنا نستضيفهم في بيوتنا، وما نصبنا خيمة في سوريا أبداً. فيا أيها الإخوة، يؤسفني أننا أصبحنا الآن نتسول، وفي رقبتي هؤلاء الذين أوقعونا في هذا الوضع الذي نحن فيه من العلمانيين والصهاينة
والذين هم أذناب للصهاينة. فيا أخواننا الآن نحن عندنا الفطرة، أدوها ولو كانت في غير بلدكم. يعني مثلا أنا سوري وعندي أهلي في سوريا وهم بحاجة، فلأرسلها إليهم ولا مانع، حتى ولو كنت قطريا ولو كنت سعوديا ولو كنت لا بأس في أن نرسل ذلك. فإن المشكلة التي نعيشها الآن أكبر من هذا بكثير، وما ندري إلى أين أو ستمتد في المكان وفي الزمان. يا ترى هذه الأزمة الموجودة الآن في سوريا أو في العراق إلى متى ستمتد؟ من حيث المكان يا ترى ماذا تشمل من الأمكنة؟ نسأل الله العافية. اللهم آمنا في هذا البلد، واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة يا رب العالمين. وإلى أي زمان ستمتد؟ متى تنتهي يا ترى؟ وإذا وضع السيف في أمة محمد فلن يرتفع عنهم. فيا أيها الإخوة الكرام، كونوا رجالاً واستعدوا إلى هذه الأشياء. هذا بالنسبة للفطرة وآخر رمضان. أما بالنسبة للعيد، والله إذا كنت تفرح بالعيد وإخوانك في سوريا أو في العراق أو في اليمن أو في غير أي بلد إسلامي يعيشون ولا يعيشون، يعيشون ويموتون، والذي يعيش منهم ميت وإن كان على قيد الحياة، وأنت تتنعم في الطعام الشهي والبيت الجميل والثوب الوارف والحياة الرافهة، ولا يخطر على بالك أولئك المسلمون الذين هم على دينك وأنت على دينهم، لا يخطرون على بالك. أنا أقول لك بصراحة، سامحني إذا قلت لك يا فلان إنك مفلوج، مفلوج. أي نعم مفلوج. الفلج قسمان، فلج الجسم وفلج الشعور. فهناك إنسان ينفلج في جسمه فلا يستطيع أن يتحرك ولا أن يحرك يده، لا يستطيع، هذا مفلوج، شعوره في جسمه سلبه الله. لكن عندي أن أشد من ذلك الذي ينفلج في شعوره، في قلبه، في إحساسه، يرى أمامه المعذبين ولا يشعر بهم. وكم من إنسان كان ينظر إلى ما يصيب إخواننا في البوسنة، ومن عذابهم الذي هو يعتبر جزءاً مما في سوريا الآن، فيقول لزوجتي يلا يرضى عليك داخلي من المناظر، حطيني على فيلم، حطيني على غنية، حطيني على راقصة. هذا عنده شعور؟ هذا عنده شعور إذا أصيب ماله، ولكن إذا أصيب بدينه، بإخوانه، بجيرانه لم يشعر. ما آمن بي من مات شبعان وجاره إلى جنبه جائع. يا أيها الإخوة، أين الشعور؟ الشعور الإسلامي فلج، الشعور الإيماني فلج، الشعور الأخلاقي فلج، لكن ترى إلى متى يبقى مفلوجاً؟ يبقى إلى قيام الساعة؟ تعالوا نجمع أنفسنا وتعالوا نؤدي واجبنا. إن في رحمك فقراء فتفقدهم، ولا تتفقدهم تفقداً فردياً، ولكن تفقدهم تفقداً جماعياً. يعني هذه العائلة فيها 50 فقير، كلنا أيها العائلة عندنا صندوق نضع فيه بحسب قدرتنا، قدرة كل واحد، ما ييسر الله له مما هو في قدرته من أجل أن نعطي الفقير. وإلا
هل أنت بقى يسرك تحط لي هالدشداشة العظيمة الحلوة والعقال الجميل وتلبس هالجلابية الحرير؟ والله ما بعرف شلون. وبعدين ابن عمك لا يملك أنه يأكل شيء من اللحم، لا، ينبغي ألا يكون ذلك. إنما المؤمنون إخوة، مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. مرة أروني بالتلفزيون سبع هاجم يهاجم قرداً، قردة وهي تولد، فلما وصل إليها ويريد أن يفترسها وجدها، هو هذا السبع، وجدها تلد فتركها وأخذ يساعدها ويدور حولها ويرأف بها إلى أن ولدت، ثم أخذ ولدها ووضعه ويعني شفقة، كأنه هذا السبع كأنه أبوها، وإذا كانت لبوة فكأنها أمها، وأخذ دائما في شعور لطيف تجاهها وهو سبع مفترس. فيا أيها السادة ويا أيها الإخوة، هذا رمضان، إخوانكم في سوريا أمانة في أعناقكم لأنكم مسلمون، إخوانكم في العراق مش في أعناقكم، قطر الله يعين قطر حاملتنا وحاملي أثقالا، جزاها الله خيرا، اللهم ازيق عنا خطرا خيرا. إن شاء الله كلنا نجتمع على الهدى والتقوى، كلنا نجتمع على الهدى والتقوى. يا أخواننا، كل واحد ليس مع الإسلام مع الصهاينة، العلماني مع الصهاينة، والاشتراكي مع الصهاينة، والرأسمالي مع الصهاينة، وكل هذه ألقاب لا نعرفها نحن ولا يعرفها محمد رسول الله ولا أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب. الحرمان إعطاء، أنت ولو كنت غنياً اجعل احرم ابنك من أجل أن يكون يوماً ما رجلاً، ولا تعيش عدى لا البابا ويا بابا ويا ماما ويا حبيب قلبي ويا روحي وتسلم لقلبي ولا آخره، إن شاء الله ملك جوعان وإن شاء الله ملك زعلان وإن شاء الله ملك تضرب أنت وابنك يا بعيد عمار صعيد إلا روح الحشو. أحكي لكم أنا عن حالي قصة أختم فيها الكلام. عندي ولد أنا يعني مسكين صعب أنه بنظري أنا ما بيستطيع يتخلص إلا ما يكون في معه مساعد، فطلبوا عسكري، فأنا ولا ولد رحت معه إلا هذا، خفت عليه خشيته عليه فرحت معه، ورحت أنا وياه للنبك منشان أنا يعني اطمئن عليه وأوصي به. فصدف أن الدكتور الموجود يعني الطبيب اللي هو مشرف على كل العسكر بطببهم، صدف أنه شافني، فهو بيعرفني أنا ما بعرفه، أنا كثير ناس بيعرفوني ما بعرفه، فركض علي سلم علي وقال لي تفضل، فوتني لغرفته وضيفني وقال لي أمرني، قلت له والله هذا الولد حوصته، نحن عنا بالشام نقول حوصته قليلة، شو هي حوصته قليلة، فأنا خايف عليه. قال لي أمرك شو بتريد؟ قلت له يعني أوراقه نساوي له إياها. قال لي أمرك، بعت وراء واحد آذن عنده، قال له بتأخذ هذا الولد وبتساوي له كل معاملته وبتجي لعند مني موضوعه منتهي. قال له أمرك، أنا كأب قلبي ما صفط والله، ما استطعت أدركه، فأخذت هالولد ورحت معه أنا. شو قال لي هذا الآذن اللي على الباب اللي أخذ الولد؟ قال لي عمي أنت ليش ماشي معه هذا؟ قلت له ماشي معه يا ابني، شوفت عينك يعني هو مو خرج يعني حركة كتير، فأنا خايف عليه يعني. قال لي سيدي، قلت له نعم. قال لي لك الحشو اتركه بيصير رجال، طول ما لك ماشي ولا ما وخايف عليه ما بيصير رجال، لك اتركه بيصير رجال بيصير أرجل منك. قلت له والله يا عم تحكي صحيح، وفعلا تركته
والله يا أخواننا أنا عندي 6 شباب هن بالشام، أسأل الله لهم الوقاية والخير، وأنا طلعت لهون يمكن أنا الشيخ الوحيد اللي جيت لهون وما جبت معي أولادي، كل المشايخ أخذوا أولادهم وخافوا عليهم إلا أنا تركت لله، والله إن شاء الله حافظون. فالولد الوحيد يلي ما غلبني بعسكريته هو يغيب 4 أشهر ويجي غاسل ثيابه، لو أمه سألته لك يا ابني حكيني شو صار معك بالعسكرية، إلا ماما هذه أسرار عسكرية ما بتنحكى بنوبي، أمي يصحي تعملي لي مشاكل، والله ما غلبني أبدا. وفي بعض أولادي غلبني وتعبني تعبا شديدا في عسكريته، فلا إله إلا الله. بتقول من هون بدي يجيني المشاكل، ما بيجيك ولا مشكلة، القرنة اللي محسب فيها مشاكل ما فيها مشاكل، وهي اللي ما فيها مشاكل فيها مشاكل. ويؤتى الحذر من مأمنه، يؤتى الحذر من مأمنه. فالله يرضى عليكم، ديروا بالكم، ديروا بالكم أول على دينكم مشان الله يغفركم برمضان، وديروا بالكم على جيرانكم وأرحامكم بالعيد، مو أنت تحط لي الكنافة والبقلاوة والمعمول، وعندنا بالشام في شيء اسمه كربيج وأمثاله تعود تاكل، يا سلام ما أطيبه، منين جبتوه هاي من عند مين؟ إيه والله طيب، لا عاد تجيبوا لي إلا من عنده، تجيك مجية إن شاء الله. أعطيت الفقراء، أعطيت اللي ما عندهم، دورت على أخوك الفقير، دورت على بنتك اللي جوزها ما عنده شيء، ديروا بالكم على بعضكم. مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أسأل الله لكم التوفيق، يا رب يا الله يا رب، اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، يا رب اختم لنا رمضان بالمغفرة للعالم الإسلامي كله، يا رب فرج عن سوريا، فرج عن العراق، فرج عن اليمن، فرج عن كل البلاد الإسلامية يا رب العالمين، عن الصومال، عن غيرها، يا رب ارعهم برعايتك، احفظهم بحفظك، إنك على كل شيء قدير. يا رب اجعلنا متحابين متآخين، اجعلنا نشعر ببعضنا، اجعلنا نفتش عن بعضنا، اجعلنا يعين بعضنا بعض، يسعف بعضنا بعض، يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك، ادفع عنا البلاء يا رب، يا رب خلصنا من هؤلاء المارقين الضالين الذين لا يخافونك ولا يخافونك في عبادك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.